أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر المهني الذي ينظمه مركز معرض قطر المهني التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالاشتراك مع عدد من أبرز ممثلي مجالات الموارد البشرية وقطاع التعليم ومجتمع رأس المال البشري في الدولة. شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب والدكتورة خلود العبيدلي نائب الرئيس لإدارة المواهب الوطنية في الخطوط الجوية القطرية والدكتورة مريم العلي مديرة مركز أرسم طريقك والدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم. منتدى قطر المهني 2015 هو منتدى لجمع الخبرات وجمع العاملين وجمع أصحاب القرار وصناع السياسات الخاصة بالإرشاد المهني والتوجيه المهني تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات هذه ومشاركة معارفهم للوصول إلى توصيات ومقترحات لتطوير الإرشاد المهني في الدولة. لا يخفى على أحد في الدولة وجود مبادرات كثيرة تقوم بها مؤسسات حكومية وزارات وجهات غير حكومية بشكل متتابع أو بشكل متقطع لها علاقة بالإرشاد المهني، فجمع المختصين بهذه المبادرات تحت سقف واحد يزيد من عملية التنسيق والموائمة بين هذه المبادرات. ويأتي المنتدى في إطار حرص مؤسسة قطر على تطبيق رؤية قطر التي تهدف إلى نقل الاقتصاد القطري من اقتصاد يعتمد على الغاز والبترول فقط إلى اقتصاد قائم على المعرفة.